خولة، إذا في مجال أنك ترصدين لنا الصورة من خلفك، أنا أشاهد عدد كبير من التحركات، عادة أنت تقفين عند مستشفى أو أين تقفين؟ نعم، هذه التحركات خلفي هي طبيعية للغاية في منطقة مستشفى الشهداء الأقصى. عملية استلام جثامين ضحايا قد سقطوا في وقت سابق من هذه المناطق، وبالتالي هذا المشهد لربما هو مشهد اعتيادي. في بعض الأحيان يكون هذا المشهد أو هذه المنطقة مكتظة للغاية نتيجة لأعداد الضحايا، ولكن صباح هذا اليوم يعني تم دفن عدد كبير من الضحايا الذين وصلوا في أوقات سابقة إلى هنا إلى مستشفى الشهداء الأقصى. هناك عمليات تحضيرات بالإضافة أيضا إلى استقبال مزيد من الإصابات في وقت لاحق، لأنه يتوقع أو تتوقع الطواقم الطبية دائما أن يكون هناك استهدافات في عدد من المناطق وفي أوقات متفرقة، لذلك يكون دائما على استعداد تام من أجل استقبال مزيد من الضحايا ومزيد من الإصابات. هناك عائلات مكلومة في هذه المنطقة فقدت أعداد من أسرها، أوضاع النازحين أيضا هنا أوضاع صعبة للغاية، نحن نتحدث عن أكثر من 35 ألف نازح ونازحة في هذه المنطقة، وبالتالي الاكتظاظ هذا مبرر نتيجة لوجود عشرات ومئات الخيام الموجودة في باحة مستشفى الشهداء الأقصى والذين يعيشون ظروفا إنسانية صعبة للغاية. نعم، شكرا.